يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل له عدة سنوات وهو في مكة يريد أن يحج، فإذا جاء الحج إذا جاء وقت الحج أصيب بمرض، فهل له أن ينيب أحدا حيث إن عمره 65 سنة؟ ما ينيب أحدا الفريضة إلا إذا أيس من الحج، إذا بأن كان المرض مزمنا لا يرجى له شفاء ولا يستطيع معه الحج فإنه ينيب من يحج عنه، أما ما دام المرض يرجى له شفاء ويرجى زواله إنه ينتظر، والحمد لله الأمر واسع في هذا. نعم.